الله الله، هذا لا ترى يا شباب. الله الله، وصلنا الموقع عند الرجال. الله الله، لا ترى انقطعت الامر قدام. ايش يقول لكم الرجال بعد ما طلع؟ يقول طلب منهم انهم ما عاد يدخلون ذا البيت. وان البنت، وان البنت يقول خذوها الملاعين، خذوها الملاعين. بندخل ذا البيت ونحافظ الله، متوكلين على الله. انا وصلت عند الرجال ذا يا رب، وقال جفل منهم خويهم، والرجال فيه مس وجفل منهم، ما ادري ايش اللي ضرب في عقله، وما عاد خويهم الاول ودخل في ذا البيت. شاف بنت قدام تسير، ايه يقولنا رفيقنا يحتاج وقفتنا ذا يوم الرجال، يا وايله يا ايام يا همدان يا سد المنيح. ما الكذب اللي تبى الوقفه ولا عندك مجال، كان ما انت تستطيع ازهم على اللي يستطيع. للمواقف اول وطالب واجهد اعدانا، دورنا مبدانا العمر يا رخص دورنا مبدانا، على النقاب الحال والملاي دورنا مبدانا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا جايين مسكرين عليهم داخل. عيال احنا عند البيوت المهجورة ذي، احنا ذبينا الجبل انا وابو علي، وعيننا شنطه مره، شنطه مره يا طوال العمر، فيها جوال كشاف، هلا، وفيها دهانات ما ادري ايش، زيوت، وفيها هنا عيننا شنطه بس فيها اغراض وفيها ما ادري، شفتوا كيف؟ وعيننا شنطه فيها فلوس اجنبيه، ما ندري وش العملة دي. عليها بطاقه عليها رقم جوال، نرسل لها نشوفهم يعرفون الرقم او لا. يا ولد ذي اجنبيه شكلها خدامه ولا بلا، عمله ما ادري ايش اصلها، وفيها هنا بلا اسود ما ادري ايش، وبالباقه مسروق فيها مشط وروج وشواحن. هلا احنا عند البيوت المهجوره في راس الجبل. بيضا اجيكم جميع، حسب المعلومات اللي وصلتنا ان البنت بخير وعند ذويها الان او عند الدولة، المهم انها بخير، هذا اللي وصلنا. والله يكتب اللي فيه خير لنا ولكم ان شاء الله.
تم توقيف البحث الآن.